مساء الخير، هسه اشرح موضوع الديترمنسي والاستابيليتي بالبيم وبالتراس. كونه هذا الموضوع الدكتور قبل ما يحل السؤال بيختبره، واحنا المفروض نختبره، بس عادة بالاستاتيك ما بيجي عندنا غير ديتيرمنت وستيبل. مستحيل يجي يحكي لنا حل انديتيرمنت، لانه موضوع الانديتيرمنت بناخذه بالستراكشر 2، يعني بعد ما ناخذ 3 مواد بعد الاستاتيك. طيب، بكل بساطة موضوع الديتيرمنسي، لو كان عندي بيم مثل هيك عليه مثلا بن وعليه رولر، احنا بنعرف انه البن عليه تو رياكشنز، واحد على الواي واحد على الاكس، وبنعرف انه الرولر عليه واحد رياكشن عليه عمودي على اتجاه حركته، بتحرك على الاكس معناته الرياكشن عمودي على الواي. بنلاحظ انه عندنا 3 رياكشن، يعني 3 unknown فعليا، لانه الرياكشن هم جهيل. احنا بنطلعهم من اي معادلات؟ بنطلعهم من معادلات الاتزان. معادلات الاتزان شو هم؟ سيجما اف اكس تساوي زيرو، سيجما اف واي تساوي زيرو، وسيجما مومنت تساوي زيرو، اللي هم 3 معادلات لنيوتن، اللي هم 3 equilibrium equation. equilibrium equation يعني معادلات الاتزان. هسه هاي 3 و3 بنقارنهم ببعض، يعني لو طرحتهم من بعض حكيت 3 ناقص 3 شو بساوي؟ صفر. اذا ساوي صفر اذا determinant structure، determinant structure لما يكون structure لما يكون determinant يعني انا بعرف احله على الستاتيك. يعني هذا السؤال لو اجاني شو ما كان عليه لودات، احنا بنقارن سبورتات ما بنقارن لودات. كان عليه لود مستطيل زي هيك، وكان عليه لود مثلث زي هيك مثلا، وعليه كابل مومنت زي هيك، شو ما كان البيم هذا انا بعرف احله بالستاتيك. كيف بحله؟ بطبق ال3 معادلات بقدر اطلع رياكشن. طيب هذا الديتيرمنسي. لو كان عندي مثلا البيم زي هيك، بن بنلاحظ انه عندنا 4 رياكشنز زي هيك، 4 رياكشن. ال4 رياكشن راح نحكي 4 unknown، يعني 4 مجاهيل. انا ما بعرف الدكتور بحكي لكم بالعربي، بس انا بحكي عربي وانجليزي. 4 unknown، وايش بنحكي كمان؟ كم معادلة عندي؟ 3 معادلات، 3 equilibrium equation. أنا هاي بطريقتي يعني بهلا، بس كله بيؤدي لنفس الجواب. لو طرحتهم من بعض بيطلع عندي واحد واحد، معناها indeterminate first degree. هذا الحكي مش مطلوب منكم أبدا، هذا بناخذه من structure 2 بطريقة بطرق بجوز 6 طرق، 6 طرق حتى أقدر أطلع هذا الإشي يعني. فإحنا ما بناخذه. لو كان عندي مثلا fixed وفيكست، عندي هذا بيعمل لي 3 رياكشنز، وهذا بيعمل لي 3 رياكشن، بيعمل لي 6 أنام، 3 equilibrium equation، بيطلع معي 3 لما اطرحهم بعض، يعني 3rd degree. كل هاي المواضيع indeterminate third degree. احنا المفروض انه لما نطرحهم من بعض بيساوي صفر. ما بعرف الدكتور كان يقول لكم شغلات التوتال والفري، يعني انه هذا البيم، او اقول لكم خلص مش مطلوب منكم هاي الطريقه، ما بعطيها غير دكتور واحد وطريقه الدكتور هاشم المطارنه. بقول للدكتور انه هاي من رقم الجوينت، الجوينت يعني المكان اللي عليه السبورتات، واحد واثنين. بنحكي له انه التوتال يعني هذا ممكن يتحمل اكس وواي مومنت يعني عليه 3، وهذا بيتحمل اكس وواي مومنت يعني 3، يعني المجموع التوتال 6، توتال يعني تي يعني 6، والرياكشن عندي 3، وطرحهم من بعض بسموه لي فري، يعني فري الحركة. هذا فري على المومنت معناته ما في رياكشن مومنت، هذا فري على الاكس معناته ما في رياكشن اكس. هاي الفكرة، فري يعني حر الحركة. فطرحهم من بعض بيعطيني 3، فاحنا بنحكي 3 رياكشن ناقص 3 equilibrium equation يساوي زيرو، اذا ديتيرمت. نفس الطريقة هاي، بس هاي بدون ما احكي توتال وفري لانكم ما اخذتوه، بس الفكرة انه هاي equation بقارن عدد الرياكشن، رياكشن مباشرة، الفكرة رياكشن ناقص عدد الرياكشن ناقص ناقص ثلاث مباشرة، لأنه هم معادلة الاتزان 3 يساوي كذا. لو كان في عندي شيء اسمه internal hinge بتكون هاي 3 بزيد عليها شيء اسمه سي، يعني عدد الرياكشن ناقص 3 زائد سي ويساوي كذا، هيك بطلع لي قد ايه السي اللي هي عدد الانترنال هنج. هذا موضوع المفروض ادخل لكم اياه الدكتور في شابتر 6 بس ما دخله. طيب موضوع الاستابيليتي، موضوع الاستابيليتي بشكل عام، كيف اعرف التراس هذا اذا البيم قصدي ستيبل او انستيبل؟ بكل بساطه
كيف أعرف أنه ستيبل أو انستيبل؟ بكل بساطة في عندي قوانين. لو كان عندي طبعا بكل لازم عدد الرياكشن يكون أكبر أو يساوي 3. إذا كان عدد الرياكشن أكبر أو يساوي 3 بيكون ستيبل، بس مش شرط. هاي يعني شرط، يعني لو كان عندي 2 رياكشن بيكون unstable. unstable يعني ما بعرف أحله. بالتالي هاي الرياكشن وهذا الانستيبل. هاي الأول إشي شفت مباشرة رياكشن بقول unstable، ما بكملش الحل، بحكي له هذا السؤال ما بنحل. القاعدة الثانية، ممنوع الرياكشن كلهم يمروا بنقطة واحدة. يعني لو كان عندي هذا سبورت وهذا رولر سبورت، هذا بيعمل لي رياكشن على اكس، وهذا بيعمل لي على واي، على هذا اكس وهذا واي، وهذا بيعمل لي على واي. لو هذا مدينا خط مستقيم مثلا عندي زي هيك، وهذا الرياكشن لو وديته خط مستقيم بيطلع معي هيك، بس هذا الرياكشن لو وديته خط مستقيم بيطلع معي هيك. بنلاحظ، نكبر نصغر الصورة، انه الثلاث رياكشن ما انطقوا بنقطة، معناته هذا ستيبل، معناته انا بقدر احله. ديتيرمنت وستيبل بقدر احله، بس لو كان التراس البين، قصدي ماني على التراس البين، كان عندي زي هيك مثلا، هذا رياكشن مائل وهذا رولر سبورت مثلا، هذا بيعمل لي رياكشن على واي، لو مديت خط بيطلع معي هيك، وهذا مايل زي هيك، لو ضل هيك الرياكشن بيكون، فلو ضليت ماده بخط مستقيم بيطلع معي هيك. بلاحظ انه هاي النقطة نقطة التقاء الرياكشن العمودي مع المائل، اذا هذا التراس، هذا البيم، هذا البيم انستيبل، ما بقدر احله. يعني بكل بساطة قواعد الانستيبل، ممنوع يكون رياكشن اقل من 3، ممنوع رياكشن يمر بنقطة، وثالث اشي ممنوع يكون عندي، يعني لازم يكون عندي رياكشن واحد على الاقل على الاكس. يعني لو كان عندي بيم زي هيك، هذا رولر وهذا رولر وهذا رولر مثلا، هذا بيم، هذا البيم لو انا دفشته بطل يتحرك. ليش؟ لانه ما في عندي ولا رياكشن على الاكس، ما في عندي ولا رياكشن على الاكس. بالتالي لو كان عندي البيم هذا زي هيك، طبعا هذا انديتيرمنت بس ستيبل. ليش؟ لانه هذا بيعمل رياكشن على اكس، وهذا رياكشن على واي، والباقي بيعمل لي على واي، معناته ستيبل. يعني القاعدة ممنوع امر بنقطة، وممنوع يكونوا كلهم متوازيين، متوازيين انه كلهم لفوق يعني، او كلهم لليمين، وعدد الرياكشن اقل من 3 ممنوع. هاي فكرة الستيبل. هسا التراس، التراس طريقة هسا التراس مباشرة دائما ستيبل اذا كان ديتيرمنت. طبعا مش اذا كانت الترمات، اذا انطبق عليه قواعد البيم بالستيبل بيكون هو ستيبل، ما انطبق عليه بيكون انستيبل. بس الديتيرمنت والانديتيرمنت طريقته غير. طيب هسه التراس طريقته غير، طريقة التراس بكل بساطة قريبة عن البيم، بس الفكرة لو كان عندي هذا المثلث اللي هو تراس، يعني زي هيك ابسط واحد، وعليه مثلا هون بين سبورت وهون رولر سبورت، هذا بلاحظ انه بيعمل لي على الواي، وهذا بيعمل لي على الاكس، وهذا بيعمل لي على الواي. هسه طريقة التراس الديتيرمنسي بكل بساطة بتحكي لي انا بعد الرياكشن وبعد الممبرز، بعد الرياكشن وبعد الممبر. بلاحظ عندي رياكشن 2 3 4 5 6. هسه الممبر فيهم فورس، انترنال فورس، داخليات اللي هم اللي انا بوجدهم بالتراس، هم عبارة عن القوة اللي بالتراس. يعني عندي قوة قوتين ثلاث، القوة اللي بالممبر عندي 3 فورسز، وعندي 3 رياكشن، اذا عندي 6 unknown. unknown عندي 6 مجاهيل. طيب بس انا ما بحكي 3 معادلات اتزان. ليش؟ لانه التراس بكل بساطة ما بتطلع على معادلات نيوتن، انا بتطلع على كل جوينت كم معادلة عليه. بلاحظ انه كل جوينت لو عمل له فري بدي ديجرام، يعني هذا عليه هذا جوينت لو عملت له فري بدي ديجرام عليه منبر زي هيك مثلا، او منبر زي هيك، انا شو بطبق معادلات مشان احل هذا الجوينت؟ بحكي سيجما اف اكس تساوي 0، وسيجما اف واي تساوي 0. اي منبر بشوفه، اي جوينت بشوفه، بطبق عليه هذا المعادلتين. عشان هيك انا بعد كل جوينت عندي، عندي هذا الجوينت عليه 2، وهذا الجوينت 2، وهذا الجوينت 2، مش عليه قوة، لا، معادلة الاتزان اللي بطبقهم، بطبق هون معادلتين اكس وواي، وهون اكس وواي، وهون اكس وواي. بلاحظ انهم ستة، ستة ايش؟ ستة معلومات نو اللي هم ستة equilibrium equation، معادلات اتزان اللي هم سيجما اف اكس سيجما اف واي. هاي فلو طرحتهم من بعض بيعطيني صفر، اذا ديتيرمنت، ديتيرمنت مباشرة ستيبل، لانه الرياكشن هذا عمودي وهذا افقي وهذا عمودي، ما بيلتقوا بنقطة، ومش كلهم متوازيات، وعدد الرياكشن اقل من اكبر من 3 او يساوي 3، معناته ستيبل. يعني انا التراس لو كان عندي هذا التراس،
او مثلا هذا التراس، عندي هذا بن سبورت وعندي هذا بن سبورت، وعندي هذا جاي زي هيك مثلا، وهذا جاي زي هيك، وهذا جاي هيك، وهذا جاي هيك مثلا، وعندي هاي جاي هيك، وعندي هاي جاي هيك. هذا ترس، هذا ترس وعليه لود، مثلا لود 5. لو حكيت انا هذا الترس بدي احله، راح صرت تحكي لي هذا عليه بن سبورت وهذا بن سبورت، عندي 4 رياكشن ما بحله. هذا الحكي خطأ، الترس مش زي البيم. البيم لو شفت 4 رياكشن بقول لك لا تحله لانه انديتيرمنت. عشان هيك الترس لازم نفحص اذا انه ديتيرمنت او لا. كيف بنفحص؟ بنعد الرياكشن والممبرز، عليه هنا اكس واي، عليه اكس واي، هاي 4 مجاهيل، وعليه كمان ممبر، ممبرين، 3 4 5 6، في عليه 10 النار. طبعا كيف اعرف انه هذا كله منبر واحد ولا منبرين؟ اذا كانت هون بالكتاب او بالرسمات اللي بيعطينا اياها الدكتور او اسئله الامتحان زي الدائره زي هيك، بيكون عباره عن هذا منبر وهذا منبر وهذا منبر وهذا منبر. بس اذا ما كان في دائره زي ما رسمتها اول اشي، بيكون هذا الخط كامل منبر واحد، هذا الخط منبر واحد، لانه النقطه هاي عباره عن برغي، يعني مربوطين المنبرات بجوينت، يعني هاي تعتبر جوينت، بس هاي مش جوينت بالرسم اللي كنت راسمها اول. طيب شو بعمل انا؟ عديت المجاهيل، عندي 6 منبر، حكينا 1 2 3 4 5 6، وعندي المجاهيل رياكشن 4، هاي 10 انام. وشو بعمل؟ بعد كل جوينت عندي جوينت، جوينتين، 3 4 5، عندي 5 جوينت بضربهم باثنين. ليش ضربت باثنين؟ لانه بطبق معادلتين على كل جوينت، يعني هاي بطبق عليها اكس واي، وهي اكس واي، وهي اكس واي، وهي اكس واي، اكس واي، بيطلعوا 10. يعني نمبر اوف جوينت، يعني عدد الجوينت اللي هم 5 جوينت بضربهم باثنين بيعطيني 10، بطرحها من بعض بيعطيني 0، معناته ديتيرمنت. ديتيرمنت يعني بقدر احله بالستاتيك. يعني لو كان عندي هذا التراس، انا شو بورجيكم التراس مش زي البيم بطلع الرياكشن، لا انا بطلع الفورس اللي بالمنبر بس. لو كان عندي هذا التراس راح تحكي لي 3 رياكشن ياي مسهله بدي احله، بس انا اقول لك هذا التراس لو تقعد 100 سنه ما بتحله هسه، لحتى تصير سنه رابعه او سنة نهاية السنة الثالثة اللي كنت قطعها كثير. بكل بساطة عندي هات الترس، بعد كم رياكشن عندي؟ 1 2 3، المنبرات 4 5 6 7 8 9، 9 النار. وعندي كم جوينت؟ عندي جوينت، جوينتين، 3 4، 4 جوينت بضربهم باثنين بيساوي 8. 9 ناقص 8 1، معناته indeterminate. ومش مصدقني حاول حله، خذ اللي بدك اياه، حليته طرق الستك يعني. يعني بكل بساطة زي هيك بشوف عدد المنبر وعدد الجوينت وهاي. يعني لو مر عليك سؤال زي هذا 4 جوينت، راح تحكي طيب كيف بدي ابلش فيه؟ احنا بنبلش بكل جوينت، يعني بنبلش بهذا الجوينت، بنشوف الجوينت اللي عليه مجهولين فقط. يعني هذا الجوينت عليه رياكشن، رياكشنين، 3 4، بلاحظ عليه 4 مجاهيل ما بعرف احله على السيجما في اكس، سيجما في واي، بضل عندي مجهولين زياده. وهذا نفس الشيء، وهذا نفس الشيء عليه مجهول مجهولين 3، وهذا عليه مجهول مجهولين 3، ما بقدر احله. عشان كذا السؤال مشان ابلش بالحل ببلش من هون، اذا بلشت من هون بلاحظ انه هذا منبر وهذا منبر وهذا معلوم، يعني عندي مجهولين. لو طبقت سيجما في اكس تساوي 0 وسيجما في واي تساوي 0، بقدر بطلع القوه بهذا المنبر وبطلع القوه بهذا المنبر. لما اروح عند هذا بلاحظ انه هاي صارت معلومه، بضل عندي هاي وهاي، هذول مجهولين بقدر احلهم، وبنفسهم نفس الطريقه. بعدين لما اجي لهون بلاحظ انه عندي هذا انا طلعته وهذا انا طلعته، هو هذا كامل نفسه هذا، وعندي هذا انا مطلعه، بضل عندي الرياكشن هذا الرياكشن هذا، باخذ جوينت ميثود هون بتطلع معي قيمه الرياكشن هذا قيمه الرياكشن هذا، وبنفس الطريقه هون بنحل معي التراس. يعني التراس مش شرط اني اوجد رياكشن بالبدايه، لا بكل بساطه بقدر انه احكي له بروح على الجوينت اللي عليه فقط مجهولين، باخذ سيجما فيك سيجما فاي بحله، بمشي عكسي مش شرط دائما ابلش رياكشن بس. يعطيكم العافيه. طبعا الستيبل بالترس قوانينه زي قوانين البيم، ممنوع يكونوا متوازيات كلهم، وممنوع يلتقوا بنقطه، وممنوع يكونوا اقل من 3. ويعطيكم العافيه.